الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وذريته وأهل بيته الكرام شيء لله لهم الفاتحة ثم إلى حضرة سادتنا رسول الله أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية صحابة رسول الله من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم لهم الفاتحة ثم إلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والآملين والمصنفين والمفسرين والمحدثين وجميع الملائكة المقربين لهم الفاتحة ثم إلى حضرة جميع الأولياء الله من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها من يمينها إلى شمالها خصوصا إلى سلطان الأولياء شيخ عبد القادر الجيلاني صاحب الكرامة والإجازة لهم الفاتحة ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأحوالنا وخالاتنا وأمامنا وأماتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روحي. Nah, di sini kita kirim bacakan arwah atau saudara kita yang sudah meninggal ditambah Ghafarallahu dunubahum wa satarallahu uyubahum al-fatihah. Jadi begitu teman-teman, tawasul kali ini semoga bermanfaat, yakni dengan